السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو أول كوريتنا بالنسبة لاناليز، بالنسبة لانتيغرال دو ريمان. دونك هذا هو أول فيديو. ألوغ بالنسبة لهذا الكوري، هو نسخة جديدة، دونك كاينة نسخة قديمة عبارة على روزومي. دونك الأغلبية الناس اللي مشاركين معنا في العرض دونك طلبوا أننا نحاولوا أننا نعاودوا الكور، نحاولوا أننا نشرحوه إكزاكتومون، ماشي روزومي، يعني نشرحوا الكور كامل من A للزد، سي بيان، خاصة صحاب اس ام اي A. دونك ضروري اننا نشرحو لهم الكور من الاول، لانه كاين لي بروف اللي كيعتمدوا في ليكزام على الكور. الوغ قبل ما ندخلو اكزاكتومون في الكور ولا تكنيك كيفاش اننا نحسبو لانتيغرال دو ريمان، ضروري اننا ندوزو في واحد لي مو تكنيك اللي خاصنا نكونو ضابطينهم، هما تلقاهم اكزاكتومون في الكور البروف بادي بهم. الوغ باش نسهلو لا فيديو ديالنا، نحاولو اننا نحطو الكور هنايا وانا نحاول نشرحو. يلا نشوفو اول شرح عندنا بالنسبه لا ديفينيسيون ديال سوب ديفيزيون. سي كوا سا سوب ديفيزيون؟ سوا ا بي ان انترفال فيرمي اي بورني دون ار، يعني عندنا واحد المجال مالو فيرمي يعني مسدود، ها هو اي بورني يعني محصور ما بين ا اي بي. سي تري بيان، هادي فهمنا. دونك راه كاين لي بروف لي كيقولك انترفال، اكزومبل ان انترفال كومباكت، حيت تسمع انترفال كومباكت راه اكزاكتومون واحد الانترفال لي فيرمي اي بورني، صافي فيرمي اي بورني، صافي يعني انا هو فيرمي اي بورني دون ار، يعني ان هاد الانترفال هذا مالو راها اونكلي دون ار، ضمن المجموعه ار. مزيان. دونك عندنا هاد الانترفال هذا من A حتى ل B، مزيان. alors on a appelé subdivisions de AP on noté D. شوف subdivision كنوطيو له اما بين قوسين T اما سيغما، راه كاين لي بروف اللي كيرمزوا له سيغما اما قوسين T، حنا نرمزوا له هكا بين قوسين T، صافي يعني شي حاجه نتوما اللي كان سيغما راه سيغما، كاينش المشكل في الرموز. alors tout de suite fini est strictement croissante. croissante يعني داك التجزئات اللي غادي نقسموهم دو بوين دو ا بي بالنسبه لو بوين دو ا بي. عندنا ان لا بروميير تيرم هو ا ولا ديرنيير تيرم هو بي. شكون هو سوب ديفيزيون؟ السوب ديفيزيون عباره على ان هاد الانترفال كنحاولوا نقسموه، يعني غادي نقسمو انا اكس 1 اكس 2 صافي اكس 3 اكزومبل x4 اي d هي x5 صافي، حيث ان a وهي x0. دونك انا حاول ان نقسمو الخمسه د لي بارتي، صافي 1 2 3 4 5. دونك هذا كيتسمى سوب ديفيزيون، كنرمزو له بالD. D هكا بين قوسين لا سوب ديفيزيون شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا التقسيمات اللي قسمنا، كنبداو دائما ب x0 صافي اللي كيساوي لنا ياك x1 x2 x3 x4 et la dernière x5 وهو اللي كيساوي لنا دي لا ديرنيير، يعني لا ديرنيير تيرم اللي عندنا هو دي. دونك هاد دي هو لا سوب ديفيزيون، وشنو قلنا؟ قلنا انه كيكون كخواسون، يعني انه تزايدي، يعني الا درنا اكس 0 كيساوي ا راه كيكون اصغر من اكس 1، اكس 1 اصغر من اكس 2 اكسيتيرا. دونك هنا الا قسمنا ان مره راه حتى الاكس اس ان ايغال دي، الا قسمنا هاد البارتي ان مره صافي. دونك حيت نقولو سوب ديفيزيون ماشي ضروري انه يكون متقايسين، دونك حيت كيكون متقايسين كنقولو اينيفورم، داكشي راه غادي نشرحوه صافي. سوب ديفيزيون يعني انه ان هاد البارتي هادي من ال بي كنقسموها صافي لواحد الاقسام، سي سامبلوم يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف، حيت انا كنقسموها شحال كيعطينا بارتي؟ بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 بارتي 4 بارتي 5. مزيان نسميها اش 1، هاد البارتي 1 نسميها اش 1 اش 2 اش 3 اش 4 اي اش 5. مزيان. الوغ شكون اللي كنرمزو له ما يسمى اون سو ابيلي لو با؟ لو با هو الاكبر، لو ماكسيموم ديال هادو اكبر واحد في هادو وهو اش 4، يعني في هاد ليكزومبل اللي درنا دونك اش 4 هو اللي كيتسمى لو با، لو با دو
la subdivision. هذا كيتسمى لو با دو سوبديفيزيون. داكشي علاش كنقولوا ان لو با دو سوبديفيزيون اش 1 يمكن نرمزلو بدلتا دلتا دلتا سيغما ولا دلتا دي. صافي دلتا سيغما ولا دلتا دي يعني شي حاجه اللي ساهله باش كنشرح لها بسيط. دونك سيغما دلتا هو اللي كيساوي لنا لو ماكسيموم صافي او لو ماكسيموم او لو سوب لو سوب دونك على حساب لو سوب لو سوب يعني اكبر واحد في اكس ك ناقص اكس ك موانز. دونك حيث ان ك محصوره ما بين ان وما بين ان صافي. دونك هذا هو لو با صافي لو با دو لا سوب ديفيزيون هو لو سوب ديال اكس ك ك. دونك تاخذنا من واحد حتى لاش حتى ان يعني حيت كنقولوا واحد خدات لنا واحد يعني عطاتنا اكس واحد ناقص اكس زيرو يعني اش 1 خدات لنا جوج اش 2 خدات لنا ثلاثة اش 3 اكسيتيرا صافي. يعني شي حاجة اللي بسيطة لها بخوميغ ديفينيسيون بسيط بزاف. عندنا واحد الحاجة كتسمى لو انسومبل دو لا فالور دو لا سويت دي يعني دو لا سويت دو سوب ديفيزيون. اش كنرمزو لها كنرمزو له بالدي كبيرة شي سامبلومون. اشنو كيساوي لنا هاد الدي كبيرة كيساوي لنا لو فالور اللي عندي بحال اكزومبل هذا هذا هو التقسيمه هذا هو لا سوب ديفيزيون دي. حنا بغينا دي كبيره وهي ما يسمى لو فالور دو لا سويت دي. هاد دي هادي شكون هما هما هادو هما التقسيمات اللي قسمنا كتكتبهم هنايا اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اي اكس 4 حتى اكس 5 صافي صافي صافي. هذا هو دي كبيره. دونك هاد البارتي نخليوها للكور بلاصه باش نكتبو الكورسي بيان. دونك هادي هي دي كبيرة كما قلنا. الوغ هادشي كامل خاصنا نكونو فاهمينو شي حاجة اللي بسيطة. دونك نمشيو لا دوزيام ديفينيسيون. الوغ نحيو هادشي ونشوفو لا دوزيام ديفينيسيون. الوغ لا دوزيام ديفينيسيون الوغ شنو كيقولك كيقولك سوغا دي اي دي بخيم دو سوب ديفيزيون يعني عندنا واحد جوج سوب ديفيزيون دو نفس لانتيروال. مزيان ها نتوما باش نفهمو عندي واحد الانتا ا و ها بي صافي. لا بروميير ديفيزيون اللي عندنا هو دي ان دي ان نسميو هذا عندو هادي اكس زيرو ياك قسمها لنا اكس ان اكس دو اكس تخوا ياك وهذا اكزاكتومون اكس 4. مزيان هذا اللي بالاحمر هما لا ديفيزيون دي دي ياك التقسيمه ديال دي يعني فيها اكس 0 اكس 1 اكس 2 اي اكس 3 اي اكس 4. مزيان دونك دي بريم دي بريم غادي نقسموه اكثر منه غادي يكون التقسيمه ديالو اكثر من هذا يعني غادي نقسمو اكس 1 اكس 2 ونزيد نقسمو هنايا نسميوها اكس دونك اكس دونك هادي راه اكزاكتومون اكس 0 نيت اكس 1 اكس 2 نقسموها اكس 3 غادي نسميوها اكس 4 وهادي اكس 5 يعني قسمنا 5 هاد المرات. دونك اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اي اكس 5. مزيان ركز معايا. Alors, le ensemble, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble, le mjmoua, qu'il y a un mjmoua D, c'est exactement le même. C'est le mjmoua, il y a un mjmoua D, donc D, l'ensemble, c'est D prime, c'est D, c'est D, c'est D, c'est D, c'est D prime. Le mjmoua est D ou D prime. Alors, la définition de D, c'est ce qu'il y a, on a dit que, دي بريم فوقاش كنقولوا على هذه دي بريم هذه نقولوا على دي بريم انها اي بلو فيني يعني اكثر كثافه. دونك هذه يعني تقريبا هكا في اللغه العربيه اكثر كثافه يعني فوقاش كنقولوا على ان هذا سوب ديفيزيون دي بريم اي بلو فيني يعني اكثر كثافه من دي سي سولمون سي كانت دي اونكلي دون دي بريم.
فهمتي؟ دونك الا جينا نشوفو اكس 0 راه كاينه، اكس 1 كاينه، اكس 2 كاينه، اكس 3 كاينه، دونك هادي، دونك هادي راه اكس 4 هي هادي، دونك باش نقادوها نسميو هادي هادي اللي هنا، دونك هادي هادي اللي زدنا هنا نسميوها اكس 3.5 غير باش نبسطو. دونك هنا قلنا دونك سميوها اكس بريم، سميوها اكس بريم صافي. دونك هادي شنو زايده اكس 4 وهنايا اكس بريم، اكس بريم راه زايده، دونك خاصها تكون كرواسون. عندك اكس بريم ياك و اكس و اكس 4 صافي. الوغ الا جينا نشوفو غير باش نشرحو مزيان، الا جينا نشوفو دي وهو لا ديفيزيون الاول، التقسيمه الاولى اللي بالاحمر فيها اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، ها هما اكس 1 اكس 0 اكس 1 اكس حتى اكس 4. دي بريم راه عندها نفس الحاجه، اكس 0 هو اكس 1 هو اكس 2 هو اكس 3 هو اكس 4 هو، ولكن زيد اكس بريم. دونك هذا راه اونك لي دون هذا، هذا راه ضمن هذا صافي. داكشي علاش كنقولوا على ان دي راه اكثر كثافه دو دي بريم، يعني ان دي بريم اللي بالاخضر راه قسمنا مقسومه بزاف، يعني هذا هذا المجال هذا مقسوم بزاف على داك اللي بالاحمر. سي سامبلوم هذا هو التعريف، غير بسطو لكم باش تفهموا لا ديفينيسيون نيميرو 2. وثاني حاجه انه دي بريم اي الا كانت عندنا سي، دونك هذه ما كتبتها لكم في الكود هانتوما كتبوها هنايا، سي دي بريم، دونك دي بريم هو اكثر كثافه، يعني اي بلو فيني بالنسبه لكو بلو فيني كو دي، يعني دي بريم اي بلو فيني كو دي. الوغ لا امبليك ان دلتا دي بريم راهو اصغر من دلتا دي. عقلتو على دلتا، شكون هو دلتا؟ دلتا وهو قلنا هي اللي كنسميوها لوبا، يعني اكبر مسافه ما بين جوج ديال العناصر عندنا. الا جينا بالنسبه للدي اللي بالاحمر، شكون هي اكبر مسافه؟ واش اكس 0 اكس 1 لا، اكس 1 اكس 2 لا، واش اكس 2 اكس 3 لا، واش اكس 3 اكس 4 وي، هذه هي الاكبر مسافه اللي كنسميوها دلتا دو دي صافي. مزيان، اكثر مسافه بالنسبه اللي بالخضر هي اش؟ دونك نورمالمون هي هذه، هي هذه تقريبا، هي هذه اكبر مسافه، يعني اكس 2 ل اكس 3 هي دلتا دي بريم. الا جينا نلاحظوا ان دائما اللي ماشي بلو فيني اللي ما مقسمش بزاف هو اللي كتكون عنده واحد اكبر مسافه دونك بيناتهم. داكشي علاش كنديرو دلتا دي بريم راه اصغر من دلتا، لان دلتا دي بريم راه مالو سي بلو هو لي بلو فيني كو دي صافي. دونك هادي حتى هي تقدر تلقاها في الكور، باش اننا حنا دونك خاصنا نشرحو اي حاجه عندكم في الكور مكتوبه غنشرحها صافي. يعني ما اجي نحط لا ريزومي اكسيد على اي حاجه مشروحه عندكم في الكور بي دي اف، غادي نحاولو نشرحوها ونتهناو صافي. واخا غادي يكون لي كور طوال بزاف، ولكن معليش المهم هو اننا نشرحو كلشي. الوغ نحي واحد لو بوين هادو، دونك خاصك تبقى حاط عليهم وضبطهم اكسيتيرا. دونك وصلنا لا ديفينيسيون تاع شنو كيقول لك. كيقول لك الا كان عندنا واحد دو سوب ديفيزيون دي اي دي بريم، on a appelé le réunion de D et D prime en noté D. شوف لا réunion، شوف معايا فاش نركزو. دونك عندي انا اكزامبل التقسيمه الاولى غنسميها D صافي، ها هو D ايغال، غنعطي واحد لي فالور من عندي صافي. دونك صافي نديرو بعدا المجال ا بي اللي نخدمو عليه. الوغ غنكتب لك هنايا سوا هيا شوف هنايا سوا دو سوب ديفيزيون، سوا سوب ديفيزيون دو سوب ديفيزيون دو بالنسبه لواحد المجال اللي نخدمو عليه هو نديرو 01، نديرو 01 يعني مجال صغير 01. هاد 01 غادي نقسمو انا، عندك دي الاولى
ياك غنقسمو دونك على 4، نقسمو دونك عندك 0 واحد على 3 واحد على 2 اي 1 صافي. وعندك لا ديفيزيون الثانيه دي بريم، اشنو هتساوي لنا؟ هتساوي لنا 0 1 على 4 1 على 2 3 على 4 1 صافي. الوغ عندي هاد دي و دي بريم، بغيت انا لو غينيون ديالهم، يعني الغينيون ديالهم هو بحال قلتي جمع ديالهم صافي. لو غينيون كنا كنرمزولها ب U صافي في الماط صافي. بالنسبه للدي و دي بريم حيت كنرمزولها نبقى نرمزولها بالV، غير هادو رموز خاصنا نكونو ضابطين. يعني لو غينيون ديال هاد جوج غادي يعطينا واحد الدي سكوند جديده، اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الدي في، ها هي في دي بريم، هذا هو لوغينيون. اشنو غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا المجموع. عندك صفر هنا صفر، غنكتبو صفر، ها هي واحد على ثلاثة عندي هنايا ما عنديش، غنكتبو واحد على ثلاثة صافي. يعني نرسى دونك راه كنبداو ديما من الصغير، لان قالك ستريكتومون خاصو يكون ستريكتومون كخواسون، يعني غنبداو بالصغير. شكون اللي كبيرة؟ واحد على ثلاثة ولا واحد على أربعة؟ واحد على أربعة. شكون اللي صغيرة؟ واحد على أربعة. عاد وراها واحد على ثلاثة، واحد على جوج، واحد على جوج راه معاودة نكتبوها هنايا، واحد على جوج دونك واحد على جوج وراها ثلاثة على أربعة، وي وي ثلاثة على أربعة، ولا ديغنيا واحد صافي. غير اللي معاودين كنكتبوهم مرة واحدة، واللي ما معاودينش راه نكتبوهم ونكتبوهم بواحد الشكل لي كخواسونت. دونك هذا هو كيتسمى غينيون صافي. ولا انه الا كنا خادمين باليونسومبل بالمجموعة، المجموعة باش كنا كنرمزولها؟ كنرمزولها بالدي كبيرة، يعني مجموعة كنديرو لها رمز اخر. يعني الا كانت عندي دي كبيرة هنايا ودي بريم كبيرة هنايا، فان لو غينيون ديالهم هو واحد لونسومبل ديالهم هو دي سكوند اللي كتساوي دي اونيون دي بريم كما قرينا في الجبر ان صافي. اشنو كيساوي؟ كيساوي لنا لا ميم شوز، كيساوي لنا 0 1 سور 4 1 سور 3 1 سور 2 3 سور 4 اي 1 سي بيان. دونك هادشي اللي كاين فهاد البارتي، يعني ساهله بزاف. دونك نكملو التعريف ديالنا. دونك هادشي اللي عندنا في لا ديفينيسيون لي عندنا هنايا. غادي نشوف واحد ديفينيسيون جديد، شوف معايا. دابا شفنا سوب ديفيزيون اون جينيرال، دابا نشوفو سوب ديفيزيون اينيفورم. اينيفورم يعني بحال قلتي منتظم، يعني شي حاجة منتظمة اكزاكتومون، هي اللي غنبقاو نخدمو في لانتيرفال دو ريمان. الوغ نحاولو نكتبو الكود ديالنا، كيقولولنا اون سوب division. Alors, une subdivision est dite uniforme فوقاش كنقولوا عليه انه uniforme si la distance يعني المسافة distance xk moins xk moins 1 يعني المسافة ما بين جوج متابعين، يعني x0 x1 ولا x1 و x2 اي كونستانت ما كتغيرش، اي كونستانت صافي، يعني انها ثابتة صافي. كونستانت بور توت، نقول هنايا بور توت بور توت كا محصور ما بين n اي 0 صافي اي 1 كون يساوي 1. الوغ ركز معايا، علاش ما درناش زيرو هنايا؟ لان عندنا ك موان زان صافي، دونك ان ان هو اصغر حاجه، يعني ان موان زان عطاتلنا ك اس زيرو. اشنو كنعنيو بهادي؟ كنعنيو ان سوب ديفيزيون ايديت انيفورم، يعني عندي انايا واحد لانتيرفال كيما قلنا ا بي خاصو يكون فيرمي اي بورني مزيان، هذا مقسم بواحد التقسيمه مالها كونستونت، يعني هادي اكزاكتومون هي هادي هاد المسافة، وهاد المسافة هي هاد المسافة ياك، وهاد المسافة هي هاد المسافة، وهاد المسافة هي هاد المسافة، وهاد المسافة هي هاد المسافة. يعني هنايا تكون عندنا x0 x1 x2 x3 x4 x5 اي x6، يعني حتى x6 مزيان. يعني قسمنا لستة لي بارتي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة،
كنا كنرمزو لها باش. هاد اش كما كنشوفو انها متساويه، حيت كتكون هاد اش متساويه، اش ان كتساوي اش دو كتساوي اش تخوا كتساوي اش كات كتساوي اش، نقولو عليها انها انها انيفورم. دونك سي سامبلومون، دونك اش راها عفوا اش راها كونستانت. اما كنرمزو لها اش، اما كنقولها لوبا. لوب دونك لوبا راه ما عندناش هنا، لوبا راه هو لو ماكسيم، هو اكبر واحد عندنا. مال لوبا هنايا راه ايغال بحال بحال صافي. يعني اش الى بغينا نجبدوها شكون هي؟ هي هاد المسافه من ا حتى لبي، يعني بي ناقص ا، وغادي نقسموها على هاد التقسيمات اللي عندنا صافي. ان نورمالمون دونك حنا نقولوا اننا اكس 3 اكس 4 حتى الاكس ان صافي. التقسيمات على حسب لكم اكس ان، دونك نقسموها ان مره صافي. اما فهاد ليكزومبل اللي كان عندنا راه عندنا حتى الاكس 6، يعني غادي نقسموها 11 بي ناقص ا على المقسومه على 6 هي ان صافي. اما الا كانت مقسومه ان مره كنقسم على ان. الو دونك حنا نكملو. دونك التقسيمات ها هي، هذه مقسمه اكسيتيرا، ها هي هي اكس، هذه هي دي، دونك مقسومه اكس مره. اكس مره يعني انه هو نقسمه على ان. دونك الا درنا بي ناقص ا وقسمناه على ان غتعطينا اش. ها نتوما باش تفهم، ها انت هاد التقسيمة الأولى، ها الجوجة، ها التالتة، ها الرابعة صافي. هادي نسميها إكس زيرو، إكس أن، إكس دو، إكس تخوا، إكس كات صافي. هاد المسافة نسمي هادي من أن لجوج، يعني هاد المسافة واحد، وهاد المسافة جوج، راه متساويين هاد المسافة تلاتة، ربعة، خمسة صافي. يعني هاد المسافة كتساوي لنا واحد واحد واحد. بغيت نعرف أنا بالله هاد المسافة راه القيمة ديالها واحد، أشنو كندير؟ كندير خمسة ناقص أربعة ناقص واحد، يعني لا ديغنييغ تيرم ناقص لا بخوميييغ تيرم، وكنقسمها على هاد لي تيرم لي قسمناهم، يعني من زيرو حتى لربعة، يعني ربعة، يعني إكس ربعة، يعني كان ربعة هنايا كنقسموها على ربعة، يعني شحال تعطيك؟ خمسة، يعني ربعة على ربعة، دونك إكزاكتومون واحد. دونك الطول ديال هذا هو واحد، دونك هو أش صافي. يعني هادشي خاصنا نكونو فاهمين. وهادي شنو كتسمى؟ الا ما كتسماش لوبا دونك كنسميوها سوب ديفيزيون ريغولييغ دو ا بي. هادي كنقولو ليها انه هي سوب ديفيزيون ريغولييغ دو ا بي. ريغولير يعني ان المسافه اللي عندنا كتكون كونستانت، يعني التقسيم عندنا انيفورم صافي. مزيان. الوغ كاينه واحد لا غولاسيون نقدروا نجبدوها، وهي شحال كتساوي لنا اكس 1 اكس 2. دونك بحال هادي اكس 1 ساوت لنا 2، اكس 2 ساوت لنا 3، اكس 3 ساوت لنا 4، اكس 4 ساوت لنا 5. كيفاش غادي نلقاوها؟ ركز معايا. الوغ نحي هادشي ونشرح لكم هنايا باش انه ادابتيو الناس. دونك اشنو قلنا؟ عندنا اكس 0 ل اكس 1 هاد المسافه هادي هي اش ياك، و اكس 1 ل اكس 2 هنا ميم المسافه هي اش، و اكس 2 ل اكس 0 اكس 4 اكس 3 هي اش. مزيان. الوغ الا كانت عندي اكس 1 شحال هي اكس 1؟ هي اكس 0 ياك، نزيدو لها اش. اكس 0 هي ا زائد اش صافي، زائد اش. مزيان. حيت نقدروا انا اكزومبل هاد المسافه هادي نبداها انا بخمسه صافي، اكس 0 5، وهادي 6، وهادي 7، وهادي 8، وهادي 9 صافي. الا بغيت نلقى اكس 1، اكس 1 شنو كتساوي لنا؟ اكس 1 راه هي 6، ولكن بغيت نلقاها انا اشنو هي؟ هي اكس 0 ها هي بلس اش بلس اش. من هنا لهنا اش شكون هو؟ هو واحد، راه كونستانت واحد واحد واحد، يعني بلس واحد. يعني اكس 0 شحال هي؟ 5 زائد واحد راه هي 6. سي سامبلوم لا ميم هنا، داكشي اللي درنا صافي. يعني اكس 1 عطاتنا 6 صافي، ها هي اكس 1 لقينا. اكس 2 شحال هي؟ هي اكس 0 شحال عندنا من اش؟ جوج اشات. اكس 2 هي اش الاولى واش الجوج، يعني بلس جوج اشات. اكس 3 لا ميم تكنيك، هي اكس 0 بلس 3 الاشات اكسيتيرا 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 حتى الاكس. دونك كتبقى في هاد البارتي هادي وي حتى الاكس كا. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس 0
بلوس ك في اش صافي. نقول حتى اكس ك وي حتى اكس ك دونك كتعطينا اكس 0 بلوس ك اش. الوغ شكون هي اش؟ اش هي يعني نقدر انا نبلاصيها ان اكس ك ما هي الا اكس 0 بلوس ك فوا اش. اش شكون هي؟ هي بي ناقص ا على ان صافي. وهاد لا غولاسيون كتلقاها ديما عندكم صافي. دونك اكس ك كتساوينا اكس 0 بلوس ك فوا بي ناقص ا على اش. دونك هادي هي اكس ا. دونك انا بغيت اكزومبل هنايا اكس 3 اون ديريكتومون غادي نعوض هنايا غتعطينا اكس اكس 3. شنو كيساوينا اكس 3؟ كيساوينا اكس 0 بلوس 3 فوا بي ناقص ا على ان صافي. دونك اكس 3 شحال كيساوي؟ اكس 0 شكون هي اكس 0؟ هي 5. هي 5 بلوس 3 فوا بي بي هي 9 ناقص 5 مقسومة على عدد التقسيمات هي 4. شحال تعطينا؟ تعطينا 1 صافي. دونك هادي غتعطيك 1 فوا 1. دونك 3 فوا 1 3. 3 بلوس 5 شحال تعطينا؟ تعطينا 9. لا 3 بلس 5 هي 8 ياك. 5 6 7 8 وهي 8. يعني اكس 3 كتساوي لنا 8 وهي لا ميم اللي لقينا هنا صافي. غير حنايا في الانتيغرال اكس غتكونوا هذه غير التبسيط داكشي تبسيط. دونك اما التقسيمات راه كيكونوا حتى ال ان صافي. ان مره من التقسيمات. دونك نحبسو هنايا. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الاخر ان شاء الله الثاني ونكملوا لانتيغرال دو ريمان. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض دونك راه بدينا التسجيل. دونك بالنسبه للعرض بالنسبه لصحاب اس ام بي سي وصحاب اس ام اي ا والناس ديال الميب اكسيتيرا الناس اللي كلاس ديجا هما كيشاركوا في العام كامل. دونك ماشي كيشاركوا في سيمستر سيمستر. حتى اللي ما مشاركش هو يشارك بالنسبه للي كلاس مرحبا يشارك في سيمستر 2. الوغ بالنسبه للي كلاس اللي شارك معنا في سيمستر 2 راه كنعطيوه العام كامل صافي. لان كتبقى هما كيبقاو مشاركين عامين كامل ما كيدوزو في التالي. دونك كنعطيوهم عامين كامله كيبقى واخا انه كيشارك في العام الجاي واش كيبقى عنده العام الاول مسجل مازال كيبقى مسجل معنا اكسيتيرا. دونك الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد فيديو ثاني ان شاء الله بالنسبه لانتيغرال دو ريمان.